بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ انا دكتور محمد ضياء سرحان، استاذ جراحات سمنة في القصر العيني. النهاردة اول حلقة بنعملها على الصفحة. كتير جدا لاحظنا ان في اسئلة متكررة وشهيرة بيبقى نفسكم تسألوا عليها او بنتسأل عليها كتير جدا في العيادة او على الجروب، عن حاجات انتوا بتشوفوها او بتسمعوا عليها وبترجعوا تسالونا. عشان خاطر الاسئله دي شهيره جدا، فاحنا قلنا نسمي البوست او اللايف ده السؤال الشهير. كل اسبوع هيبقى فيه سؤال شهير بتسالوا عليه، نقدر ان احنا ان شاء الله نجاوبكم عليه من على الصفحه، وده هيبقى كل يوم اتنين بالليل باذن الله. السؤال النهارده عن حاجه شهيره جدا وبنتسال عليها كتير جدا، اسمها الدباسه الذكيه، وحاجة تانية اسمها الخياطة التغليفية. يعني ايه الكلام؟ اولا كل الدباسات دلوقتي الحديثة، الجنريشن الحديث، هي دباسات ثلاثية بتدبس ثلاث صفوف من الدبابيس. بعد ما بتقطع بتدبس ثلاث صفوف من الدبابيس عشان تقفل جدار المعدة، بحيث ان يكون السائل اللي جوه المعدة ده منعزل تماما عن خارج المعدة باستخدام الدباسات دي. هي نفس التكنولوجي اللي بتعملها كل الشركات بتاعت الدباسات باختلاف انواعها، انما الفرق في الدباسه اللي احنا بنسميها السجنيا او الدباسه الذكيه ان هي اضافت حاجه. هي الاضافه اللي عملتها ان هي لما باجي ادبس فيها شاشه كده صغيره بتقدر تقول لي انا الغيار اللي انا حاطه، في حاجه اسمها دباسه وفي حاجه اسمها غيار دباسه. غير الدباسة ده احنا بنحطه على حسب سمك المعدة اللي احنا شايفينه، يعني الجراح بخبرته بيقيم سمك المعدة، ودي حاجة بسيطة جدا لان هما لونين اللي كلنا بنستخدمه تقريبا، او سمكين من الدباسات اللي بنستخدمهم، هي بتقول لي استخدم اليمين ولا الشمال، النوع الاول ولا الثاني. فالدباسة دي السمارت ستيبلر لما اجي احط غيار الدباسة هتقرا لي وتقول لي تديني يا اما نور اخضر او نور احمر، يعني تقول لي يا اما انا بستخدم الغيار الصحيح للدباسه المناسب للسمك او لا. لم ينشر في اي مجله علميه او اتقال محاضره في اي مؤتمر علمي من اللي احنا بنحضرهم طول الوقت طوال السنه ان هذا النوع من الدباسات اضاف لامان العمليه، خصوصا ان مع الوضع الاقتصادي في البلد انا بشوف ان صعب جدا، او يعني بشوف ان هي حرام ان انا احمل على المريض سعر كبير جدا زيادة، حوالي 25,000 جنيه في العملية الواحدة زيادة على باكج العملية العادية، لمجرد ان انا استخدم دباسة بتصحح لي نوع الغيار اللي انا هستخدمه. فانا دلوقتي عشان ادفع تكلفة زيادة، دي حاجة كويسة قصاد ان انا اخد خدمة. طب هل انا اخدت خدمة؟ هل انا اخدت كواليتي زيادة؟ هل انا عندي اي حاجة بتقول ان النوعية دي من الدباسات حسنت لي نتائج العملية، او حسنت لي نسب الليك او التسريب؟ لا، مفيش حاجة بتقول كده. يبقى انا دلوقتي دفعت تمن كبير جدا، حوالي 25,000 جنيه زيادة عن باكج العملية اللي هي اصلا مش رخيصة، قصاد ان انا اخد حاجة ما فادتنيش او ما زودت ليش. احنا بنشبهها دايما بالعربية. مثلا لو انا دلوقتي بسوق عربية، انا بطلع الاول على الغيار الاول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، عشان اعرف اسوق العربية. لو انا مستني لسه اوبشن في العربية ان انا اطلع بالغيار الثالث، يوم قايل لي ينور احمر ويقول لي انت طالع على الغيار الغلط من العربية، يبقى انا لسه ما بعرفش اسوق، يبقى انا ما اسوقش الاول، اخد رخصه الاول وبعد كده اسوق. فانا متاكد ان كل الناس اللي بتستخدم الدباسه ناس محترمين جدا، مش محتاجين لسه دباسه تقول لهم اطلع على الغيار الاول ولا اطلع على الغيار الثاني، لان لو انا لسه مش عارف اختيار الغيار يبقى انا لسه بتعلم السواقه. ده بالنسبه لي الدباسه الذكيه، وهل هي مفيده او مش مفيده، هل هي اضافت لي ولا ما اضافت ليش. ده الجزء الاول من الحلقه اللي هو ناس كتير قوي بتسالني عن الدباسه الذكيه وليها فايده ولا لا، فحبيت اشرح لهم بشكل مبسط يعني ايه الدباسه الذكيه وهنستفيد منها ولا لا. الحاجه الثانيه الخياطه التغليفيه. كويس، احنا دلوقتي زي ما كنا لسه بنشرح المعده، انا لما بقصها الدباسه
بتقوم منزله صفوف دبابيس عشان تقفل جدار المعده، 3 صفوف دبابيس. هل ده كافي؟ ده كافي جدا، و70 80% او يمكن اكتر من الجراحين في العالم بيكتفوا بده، وكلام الكتب ان ده كفايه. احنا بنعمل خطوه زياده في الامان وزياده في الحسوكه، زي اللي بيقولوا كده، يعني محسوكين زياده، ان احنا حتى بعد ما بنخلص تدبيس المعده بنقوم جايين واخدين خياطه، بناخد طبقه من المعده ونغلف بيها خط الدبابيس. يعني انا اوريدي قافل بالدبابيس وده عمل كومبليت سيلينج وقفل المعده تماما، ونسبه الامان فيها اكتر من 99%. لا، احنا مش عايزين اكتر من 99%، احنا عايزين 100%. فبناخد من مخيطين المعده لاير فوق خط الدبابيس، بحيث ان لو لا قدر الله في اي دبوس من الدبابيس الصغيره دي مش قافل كويس لاي سبب من الاسباب، ما يطلعش على بره ويحصل تسريب، لا ده يلاقي فوقيه كمان حيطه تانيه، حيطه اسمنتيه من جدار المعده قافله ان يحصل تسريب، بحيث ان انا لو في حاجه عدت من خط الدفاع الاول يبقى في خط دفاع تاني، اقوم اطلع بمعدل الامان بدل ما هو مثلا 99 يبقى 99.9، لان مفيش حاجه في الدنيا غير خلقه ربنا تبقى 100%. انا عايز اقول في اخر العمليه قدام ربنا، انا مفيش حاجه كنت اقدر اعملها يا رب وما عملتهاش. يعني اي حاجه اعرف اعملها في العمليه لازم اعملها، حتى لو هزود لي نسبه الامان 0.5%، 0.25%. شكرا ليكم، وده كان اول لايف لينا، وان شاء الله من الاسبوع الجاي هيبقى عندنا لايف جديد كل يوم 2 في بوست السؤال الشهير. السلام عليكم.